نقدم لكم بعض العلامات التي من الممكن أن يستدل بها على أن الجنين بنت. أولا شكل البطن، إن شكل البطن العريض يدل على الحمل ببنت، أما إذا كان منتفخا طوليا فهذا يدل على الحمل بولد، وهذا بحسب رواية الجدات. ثانيا كسرة النوم، هناك مقولة شهيرة متداولة في بلاد الشام تعني أن الحامل ببنت تبقى على يقظة وفي كامل نشاطها وحيويتها أثناء فترة الوحام، عكس الحامل في ولد التي تنام طوال هذه الفترة. ويقول المثل الشعبي أم العروس بتحوس وأم العريس بتنوس. ثالثا الحموضة، يقال أيضا أن الحامل في بنت تزداد الحموضة في معدتها، والسبب الشعر الذي يظهر على رأسها. رابعا جمال الحامل، إن ازدياد جمال الحامل يدل على حملها في بنت، لأن البنت بحسب اعتقاد الجدات تزيد من جمال أمها، عكس الولد الذي يجعل أمه بشعة ذات أنف كبير وتعلو بشرتها البثور والحبوب، هذا لأن هرمونات الذكر تؤثر فيها كما يعتقدن. خامسا نوع الوحام، تعتقد الجدات أن الحامل في بنت تكون أعراض الوحام لديها قوية جدا، تتقيأ باستمرار وتشعر بالدوار، عكس الحامل في ولد التي يكون وحامها هادئا ويمر دون أي مشكلات. سادسا نوع الطعام، من المعروف بين النساء قديما أن السيدة التي تميل أثناء حملها إلى أكل الحلويات تكون حاملا في بنت، عكس السيدة التي تحمل في ولد إذ تميل إلى الأطعمة الحامضة والمالحة. سابعا ضربات قلب الجنين، يقال أن عدد دقات قلب الجنين إن زادت عن 160 نبضة في الدقيقة فإن السيدة تكون حاملا في بنت، وإن كانت دون ذلك تكون حاملا في ذكر. لكن في النهاية نقول أن هذه كلها مجرد أقاويل وتكهنات قد تصح مع البعض وتخطئ مع الآخر، وإن الطريقة الواحدة للكشف عن نوع الجنين برؤية أعضائه التناسلية عن طريق التصوير التلفزيوني أو الألتراساوند أو السونار.